أعرف يعني إيه احتياج نفسي أصلاً؟ الاحتياج النفسي هو نقص، نوع من أنواع النقص اللي بيحصل للإنسان، وهو بيكون مباشر أو غير مباشر. بمعنى أن لو حصل احتياجات كتير للشخص بينتج عنها ضغوط، إذا لم يتم إشباعها بيحدث سلوكيات خاطئة أو انهيار للشخصية، وبتؤدي إلى اضطرابات، يعني بتؤدي إلى مشاكل نفسية في إحنا في غنى عنها. فبالتالي بنحاول على قد ما نقدر أن كل الاحتياجات النفسية دي أن إحنا نشبعها بطريقة صحيحة علشان ما يحصلش لا سواء أو يحصل اندفاعيات. حاجة كمان إن الدوافع اللي بتنتج من الاحتياجات النفسية دي بتؤدي لسلوكيات مدمرة للشخصية، وطبعا بتختلف حسب الفئة العمرية اللي حضرتك قلتيها، وعلى حسب الشخصية نفسها والأسرة مربية الولد أو البنت دي عن طريق إزاي، يعني إيه السلوكيات اللي هي متعلماها، سلوكيات صح أو سلوكيات غلط، القدوة اللي هم واخدينها من الأب والأم وهكذا. فدي الاحتياجات النفسية. الاحتياجات الأساسية اللي الإنسان بيعوزها، الطعام، الماديات، الحاجات البسيطة دي، البيولوجية، الفسيولوجية اللي احنا بنقول عليها، الحاجات الأساسية دي حاجات معروفة وسهل إن أنا أعبر عنها جدا، صحيح، وسهل اكتشافها. لكن الاحتياجات النفسية صعب أعبر عنها وصعب اكتشافها، وحتى لو تم اكتشافها بتختلف من شخص لشخص، صحيح، فبيكون تفسيرها صعب جدا. يعني في اقدر افهم كلام حضرتك ان في انسان يقدر يعبر عن اللي جواه، وفي انسان تاني ما يقدرش يعبر الا في احتياج ان حد يقدر يطلع بقى اللي جواه ويقول له انت جواك ايه ويساعده على اكتشاف نفسه. تمام. او حاول يعبر لكن اللي قدامه ما اشبعش الاحتياج ده، فنتج عنه ضغوط نفسيه ادت الى انفجار، فالانفجار ده بيؤدي الى سلوكيات خاطئه. احنا بنرجع بقى نندم ونقول هو اولادنا مثلا بيعملوا واحد اتنين تلاتة، لو هو مثلا طفل صغير ووضح ان هو في احتياج معين هو عايزه، وانا كأم ما عنديش دراية بده وما قدرتش ان انا استوعب احتياج ابني واشبعه، فبالتالي هينتج عنه سلوكيات خاطئة، فانا هبتدي الوم ابني واقول له هو انت بتعمل كده ليه؟ سلوكيات خاطئة فقط ولا لا نفسية غير سوية كمان؟ بصي، هي هتبتدي الأول بسلوكيات خاطئة، بعد كده لطفل أو شخص أو مراهق ما عندوش أي اتزان انفعالي وغير سوي، بعد كده اضطرابات نفسية وأمراض نفسية مش هنقدر إن احنا نعالجها مع التطور العمري. فإذا أنا من الأول أصلا أبتدي أعالج ده وأبتدي أشوف احتياجات ولادي إيه النفسية، لو أنا أم عندي دراية كافية بالمراحل كلها وباحتياجات المراحل كلها أنا هقدر إن أنا أعالج ده أول بأول. فلما يوصل إن هو شاب كبير مش هيكون عنده بقى مشاكل، خلاص أنا أوريدي عالجت مرحلة مرحلة واستوعبت مرحلة مرحلة. وزي ما أنا قلت إن هي بتختلف من شخص لشخص وحسب طبيعة الشخصية وحسب التنشئة الاجتماعية اللي هو اتنشأ فيها. يعني ممكن طفل يتعرض لموقف وطفل آخر يتعرض لنفس الموقف، بس صحيح. السلوك ده يختلف عن سلوك رد فعل ده غير رد فعل تماما، ده صحيح. نتيجة لإيه؟ واحتياجات ده بتكون غير احتياجات ده، يعني مثلا كلهم بيكونوا في مدرسة واحدة بس احتياجات الطفل ده غير احتياجات الطفل ده. في طفل بيحب ان الميز بتاعته تقعد تحضنه وتبوسه وتاخده جنبها وتقرب منه، في طفل تاني بيحبش حد يبوسه ويحضنه كتير. دي نقدر نترجمها بان لغات الحب مختلفة طبعا. في واحد بيحب قوي الاحتضان واللمسة الحنية او مفتقده، في واحد يحب مثلا الهدية، وفي طفل يحب مثلا الكلمة الحلوة، التقدير، المدح. فيعني كل طفل بيبقى مختلف حتى لو في فئة عمرية واحدة. حضرتك أكيد. يعني معنى كلامك ان مش مجرد ان اطفال مثلا كلهم في سنة في المرحلة الابتدائية بكلهم احتياجاتهم واحدة؟ لا طبعا.